内来的工程师，哎，他还是50的还是20的，我都不知道。بيقول لكو إيه. أرجو ألا تنسى تعليمات محرم. لا يصح بوس أطفال في يابان. طب والأحضان نظامها إيه معاك؟ برضو ممنوع أحضان. ولا أبسلام إلحق الراجل بتاع النبيل بسرعة. يخرب بيت. إنجز. أبسلام إيه؟ يا ابني الفيديو شغال يا ابني. هذا الحجر الغير مكتمل نصفه الآخر موجود في مكان ما هنا في مصر. كلها أفكار مبدعة وخلاقة، ولكني أبحث عن حملة تسويقية أكثر ابتكارا. أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل. الفنان والنجم المتألق الصيني لي جا حكيم موجود معنا في برنامجنا التاسعة، وكنا اتكلمنا واحنا في رمضان على التليفون في السريع واتفقنا ان احنا هنتقابل. منور نورك. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. عيد سعيد. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. تعالى بقى نبدأ الحدوتة من البداية. انت قلت لي انت جيت مصر، انا فاكر لما كنا بنتكلم قلت لي جيت مصر وكان عندك 4 سنين. مظبوط. كانت ايه الظروف المجيء او القدوم لمصر؟ في الاول والدي كانت من الاوائل الدفعات اللي مبعوثة انها تدرس هنا في ازهر، وبعد كده اكمل دراسته واحنا استقرينا هنا، وبعد كده بدانا يعني شغل هنا في حاجات زي استيراد وتصدير. عظيم. والحمد لله يعني استقرينا بقى هنا. واستقريتوا وخلاص وموجودين هنا في مصر، لكن اكيد بنزور الصين من وقت للتاني. اكيد طبعا، يعني جدي وجدتي هناك برضو، ف العيلة التانية برضو هناك. طب تعالى بقى ناخد كلمة حكيم. ايه اسم حكيم؟ ايه علاقته بليجا؟ هو اسم الكامل عبد الحكيم، عبد الحكيم داود. عبد الحكيم داود. مظبوط. فحكيم دي انا يعني انا مولود مسلم، فعندنا في الصين المولود مسلم بيبقى ليه حاجة زي اسم اسلامي او اسم العربي. اوكي. فانا اسم الصيني ليجا. لي ده طبعا حرف العيلة، دي مشهورة جدا. وجوا ده اللي هو الحرف بتاعتي أنا، يعني اسم كامل لي جوا، وجوا معناها حكيم بالصين. وبالتالي فأنت لي جا. فوالدي سماني الاسم العربي عبد الحكيم. عبد الحكيم. عبد الحكيم داود. طيب ده رائع جدا. حكاية التمثيل إيه بقى؟ أنت الأول درست إيه هنا في مصر؟ أنا ماسكوم. ماسكوم. وكنت من يعتبر من ابتدائي بدأت حاجات زي إعلانات وكده موديلينج. اوكي. ولما كبرت شوية دوست يعني دوست في الدراما شوية، وكان أولها كان مسلسل الكبير قوي. ويعني من ساعتها بقى كل سنة بيبقى بيجي لي شغل من وقت للتاني، فبقيت يعني مستمر في الموضوع شوية. ايه اللي دخلك سكة الموديلينج أصلا والإعلانات؟ في الأول كان حد صديق للعيلة كان شغال في المنتج في الإعلانات والأفلام. فمن وانا صغير كان في إعلان، كان كنت فاكر كان كاراتيه أعتقد. فقال لك ممكن جيب الولدين الأشقية دول يتنططوا عندنا شوية وبس. وبعديها بقى كان بقى في استمرار كل فترة. وانت حبيت قصة التمثيل والسينما والمسلسلات و... طبعا هي في الاول كانت موضوع بالنسبة لي يعني شوك شوية. يعني مش متعود ان انا اعمل اداء معين قدام الكاميرا او ابقى يعني انتو الاكتنج قوي. بس بعديها لما مع اصل وقتها كنت عندي كام سنة، 12 14 سنة. أوكي. حاجة زي كده يعني. فلما كبرت فهمت ان هو لا، احنا بنحاول نقدم رسالة معينة، بنقدم يعني سكريبت معين بتعبير بإيموشنز بأكتنج بطريقة يعني مختلفة شوية. فساعتها قلت لا، يعني أنا محتاج أفهم أكتر شوية، وأحتاج أن أنا أبدأ يعني أنتم الموضوع أكتر. بدأت بقى تاخد مثلا ورش كورسز كورسز أكتر ك يعني كإكسبريشن، عشان طبعا أنا يعني كصيني برضو ما بسيبش الكالتشر الصيني عندي. ففي حاجات بيبقى بالنسبة لي أقدر أفهمها بطريقة صينية، بس أنا متأكد 100% لو حاولت أطبقها بالطريقة المصرية هنا زي ما بيقولوا طعم الإفيه أو الإفيه نفسها هتروح. هيروح.
مش هيبقى تتكلم مصري عادي يعني، مصري عامية عادية خالص زينا. عشان قاعد هنا بقالي 26 سنة بالظبط. يعني انت لسه بتقولي ودست بقى في موضوع التمثيل والإعمال، يعني دي مصطلحاتنا العادية اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية. فمفيش حاجز لغة وانت بتمثل وانت بتقرا السكريبت؟ مفيش، بالعكس اوقات بتطلب مني ان انا اتكلم لغة عربية فصحى. اوكي. وبيبقى فيها حاجات يعني صعبانية شوية. صعبانية هذا رأي احمد السقا السؤال الصعباني. بالظبط. فده بالنسبة لي بيبقى يعني مش تشالنج، بس بالنسبة لي يعني لازم اظبط التعبير بطريقة معينة علشان بمثل ان انا اجنبي بقى. وانا اصلا يعني اصلا انت عارف لما حتى كنا بنتكلم قبل ما نبدا على طول الفقره بتاعتنا، كنا بنتكلم انت بتفكر بانهي ثقافه، بتفكر بالثقافه المصري ولا بالثقافه الصيني؟ فانت قلت لي على حسب. بالظبط. تبقى على حسب ايه؟ بالنسبه لي طبعا على حسب المواقف، وبرده بالنسبه لي على حسب يعني انا الموقف ده انا محتاج رياكت ازاي، او مثلا يعني احلل المشكله ازاي، احلل الموضوع ازاي، دي طبعا بتفرق. فبالنسبه لي يعني حاجات معينه بيرسونال اكتر، مع تعاملات مع الناس، تعاملات مع كلاينتس بارتنرز، حاجات زي دي بتعامل وانا في مصر بتعامل بطريقه مصري. اتعامل بقى مع صينيين او اتعامل مع حاجات ليها علاقه بالاعياد الصينيه كلتشر الصيني، ساعتها لا طبعا لازم اسويتش. لازم ضروري. طبعا. كم عمل لحد دلوقتي؟ والله انا ما بعدش. هو انا فعلا ما عدتش، بس يعني يعتبر كل رمضان في عمل مثلا تقريبا، غير الافلام في النص. مش متاكد الصراحه، مش عادد، مش شاغل دماغك دلوقتي بالعدد صراحه. طب ده كويس، ده كويس، ده كويس، ده رائع جدا. لكن هيجي عندي دايما، انت عارف سؤال، انت عارف احنا حتى لما كنت بقول لك برده قبل ما نبدا كلام، دايما بيبقى في انطباعات، يعني اللي هو ايه، احنا اكيد كلنا او اغلبنا كمصريين بنقعد نفكر بطريقه ايه، اكيد كل الصينيين بيتاملوا على الاقل مش عارف قد ايه في اليوم، اكيد كل الصينيين بيلعبوا مارشال ارتس وعندهم لياقه بدنيه مهوله، اكيد في حاجات كده احنا واخدينها من مجرد مشاهدتنا الافلام، مسلسلات، حاجات زي كده. مظبوط. وده مش بالضروره حقيقي. بص، مبدئيا ان الحاجه يعني هو كل الكلام ده بالنسبه لنا سواء فيديو سواء سوشيال ميديا ده محتوى. فبالنسبه للناس انها تنجذب لمحتوى لازم يبقى فيها حاجه اتراكتيف، سواء بقى حاجه اكستريم شويه، حاجه ويرد شويه، حاجه مقززه، او حاجه يعني يحفز الانسان اللي هو لا انا عايز اشوف ايه القرف ده. في ناس بتبقى كده. فدي بالنسبه للناس بتبقى كاتشي اكتر. عشان كده ده الحاجات اللي يعني بمعنى صح السوشيال ميديا موصلها لنا. للاسف السوشيال ميديا بتلعب دور ساعات سلبي في الحكايه دي. طبعا طبعا. طب فكرت ان انت تعمل محتوى معين على السوشيال ميديا بتاعك انت، يعني بحيث ان هو يكسر كل الاساطير كل الاوهام؟ لا والله انا يعني الواحد برضو عارف هو يعني مستواه يعني مش للدرجه دي، بس من حوالي بعد التخرج على طول، حوالي 2018 2019 الفتره دي، كنت جربت اعمل شانل كده صغير. حلو. على اليوتيوب، كان اسمها اهبد لي شكرا. اهبد لي شكرا. اوكي. لسه الشغل كنت بحاول. لا لا الصراحه خلاص قفلتها للاسف. عايز اخش اتفرج. ساعتها كنا بنجيب شويه ترند حصلت خلال الاسبوع وبنحاول نحطها بطريقه يعني ساخره شويه. عن الهبد اللي بيجي بالظبط. وطب وقفلتها ليه؟ ساعتها الصراحه هو كنت يعني لسه بادئ الحته بتاعت السوشيال ميديا والاونلاين ماركتنج وحاجات زي كده، وكنت في شركه صينيه يعني بتعمل اوبريشن لكام ابلكيشن هنا في مصر. أوكي. ودول عربيه عامه. فساعتها قلت يعني نجرب المشكله. كده كده الناس اللي حواليا برده شجعوني، فقلت يلا. عملنا حوالي بالظبط 15 16 حلقه. اوكي. وبعد كده بقى يعني دخلت في الشغل بطريقه يعني اجريسيف شويه. في شركه ومنتظم والتزام، وعشان انا بتكلم عربي وبتكلم صيني فبقدر افهم الـ الـ
التاسكات او الصينيين عايزين ايه. فساعتها بكون يا اما انا اللي بخلي الناس ان هم يعني يتصرفوا، نعمل حاجه معينه، نروح لاتجاه معين، نتواصل مع كلاينت معين. أوكي. وهكذا. لانك انت فاهم الثقافتين. أكيد. انت صيني تربيه مصري او نشاه مصريه، فانت فاهم الثقافتين فتقدر تعمل الجسر ده جوه الشغل. بالظبط. بس انا بقعد والله افكر صوت عالي اقول يعني راجل صيني عايش في مصر، والتيك توك تحديدا ابلكيشن الاكثر انتشارا في العالم، وهو صناعه صينيه، هو صيني، ازاي صيني في مصر وفي ظل صعود التيك توك في مصر على سبيل المثال ما يبقى مش عامل محتوى على التيك توك؟ طب يعني تصدق وتامن بيه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا ما عنديش تيك توك. ده بجد؟ اه والله. انا بالنسبه لي حاجه الاساسيه في السوشيال ميديا يعني فيسبوك وانستغرام، ده غير مثلا واتساب حاجات ما يعني ما جاش على بالي. اصلا مثلا ساعات اشوف كده يقول لك الانفلونسرز اللي على التيك توك دول بيعملوا مش عارف مبالغ عامله ازاي وبيعملوا فلوس ايه وبتاع، فلا يبقى احنا بقى اولى. يعني لو انا صيني يقول لك انا اولى، انا انزل وهعمل وبتاع. يعني هو ممكن بحكم الشغل يعني بيديني ان انا لازم ابص للشغل بطريقه ان انا ببني بزنس استراتيجي او ببني مثلا طريقه مثلا نقدر نكوميونيكيت بيها مع الناس على حسب البرودكت ريكويرمنت بتاعتنا. اوكي. فدي يعني ممكن تقول ان انا ما دخلتش انتو ليفل ان انا يعني اعمل حاجه اخلي الناس تبقى تتفرج تجيب فيوز، اعمل اعلانات، اسوق لنفسي، اسوق الحاجات زي كده. فبالنسبه لي ما يعني ما حسيتش ان انا يعني انتوا الموضوع ده لسه قوي. هل بيحصل ساعات تعارض ما بين شغلك في المكان اللي بتشتغل فيه وما بين الفن؟ يعني هو اكيد بيحصل. اكيد بالذات كسكاجوال يعني تايمينج من هنا على هنا لازم اظبط وقت معين، وده الصراحه يعني مزعلني الفتره اللي فاتت. ليه بقى مزعلني؟ يعني بالنسبه لي انا كنت عشان طبيعه شغلي كان لازم اخلي اوقات التصوير في الويك اند او بالليل بعد وقت الشغل. فاوقات كتير جدا بقى رمضان ده يعني بخلص تصوير من هنا على الفجر اروح على الشغل، بتروح على الشغل وبعد كده اخلص الشغل اروح ها اعمل نفسي نمت مثلا ساعه ساعه ونص وبعد كده اروح اكمل تصوير. ف تعرف انا مريت زمان لان انا كنت بشتغل في شركه من شركات الاتصالات. اوكي. بعد ما اتخرجت بشويه كده وفي نفس التوقيت تقريبا بدات اشتغل او ابدا طريقي كمذيع. كنت هنا في التلفزيون المصري نفسه في الفضاء المصري، فكان طول الوقت عندي تعارض، وبعد شويه اصبح في عندي بقى ايه اللي هو انا مش عارف ادي ايه الاولويه، الحاجه اللي بحبها قوي ان انا ابقى مذيع ولا الشغلانه الثابته اللي مرتبها حلو اللي في شركه كبيره في عشرات الالاف يتمنوا يبقوا مكاني الى اخره. انت بتمر بالحكايه دي من ولا لا؟ بمر بالحكايه دي طبعا، ومش مره، يمكن من الشركه القديمه كمان. بس يعني هو موضوع دلوقتي ان انا يعني لازم اقيس اقيس الاهميه واقيس برضو يعني اني حته اللي هيبقى فيها براح شويه. ده اصعب قرار ممكن تاخده طبعا. اخدت القرار ده تقريبا كان في 2004 2004 اخر 2004 تقريبا خدت هذا القرار. قلت لا انا لازم اخد قرار، انا عايز ابقى موظف حتى لو في يوم من الايام بقيت السي او ولا عايز ابقى مذيع. صح. فخدت قرار، هو كان قرار صعب ومؤلم ماليا جدا لانه برضو كنت لسه ببدا يعني شوف من 20 سنه، فهو قرار صعب. لكن انا بقعد بفكر مكانك، انت راجل درست ماس كوم وبالتالي واضح ان انت عايز النوع ده من الحياه والنوع ده من الشغل وهكذا. لو اتحطيت في الموقف هتعمل ايه؟ لو لازم تاخد القرار يا دي. انت متجوز وقتها؟ انا متجوز وعندي وقتها. عيال و 2004 انا 2004 2004 كنت خاطب لسه ما اتجوزتش. لا اتجوزت بعدها بسنه. بص بيني وبينك انا لو قبل الجواز يعني احنا كرجاله اكيد فاهمين ان هو في مش قيود بس اللي هو مسؤوليات. المسؤوليات دي لازم يعني بالنسبه لنا ان احنا ناخدها كاول برايورتي. ف قبل الجواز كنت اقول لك لا عادي ادوس واكمل في التمثيل وابدا يعني انتو الموضوع بشكل اكبر واسوشيالايز مع الناس دي. حلو.
دلوقتي بعد الجواز لا طبعا ريسكي، لازم تبقى عامل حسابات بالملي، يعني مش بالملي، احنا في بيت مفتوح بالظبط، فاش هزار دي، هو كل حاجه كده كده ارزاق بيد ربنا طبعا طبعا، فاحنا يعني بنعمل اللي علينا عشان نضمن لقمه العيش. تعالى هرجع على اول عمل قمت بيه كان ايه؟ كان الكبير. الكبير او الجزء الثالث. الكبير الجزء الثالث. وبعد كده كان ايه؟ لا لا لاند ولا كان بعد كده أصلاً. كان في كذا حاجه طلعت فيها ادوار صغيره، كان في مسلسل اسمه سيرة حب بتاع سيرين عبد النور، وكان في مسلسل مش متاكد اسمه الصراحه، كان مسلسل في رمضان برضو بس ده كان من سنين قوي. وبعد كده طبعا ياباني اصلي. حلو. ياباني اصلي و في لالا لاند وفي حاجات تانية في النص. وتوالت الاعمال، عارف يقول لك ايه؟ وتوالت الاعمال. طب هرجع على مساله الصيني والمصري. انا يوسف بحس انه الشعبين دول دمهم خفيف، يعني عندهم سنس في هيومر، ده انطباعي من الافلام اللي بتفرج عليها من الدوكيومنتريز اللي ساعات بشوفها. لسه كنت بحكي لك مدمن دوكيومنتريز اكل، فبشوف حتى دوكيومنتريز الاكل الصيني، فبلاقي حتى الناس اللي بتتكلم دايما بيقول حاجه بتدعو دائما للابتسام، هو ساخر، عنده زي ما لك سنس في هيومر، عنده روح الدعابه. يعني انا بقالي فتره برضو يعني عشان موضوع المحتوى ده حاولت يعني افهم الكونسبت بتاع المحتوى الصيني او الكونسبت بتاع المحتوى المصري، لقيت ان في حاجه مشتركه، ان الدولتين من الدول فيها عدد سكان كبير. صحيح. فكتر البني ادمين بيخلق نوع من السنس اوف هيومر رفيع المستوى شويه. لا بس احنا نونو قوي جنب الصين. ليه؟ لا عددنا نونو قوي جنب الصين. مش قصدي بس فعلا مصر من الدول كنورث افريكا في شمال افريقيا طبعا اعلى من اعلى سكان افريقيا في منطقه الشرق الاوسط. فطبيعي عدد واحد من هنا على واحد من هنا على واحد من هنا، فالافيه طالعه يعني واخده ناس كتير عامله ريفيو عليها. الزحمه دي بتخلق سخريه. بالظبط. الزحمه دي بتخلق ان هو الناس كلها ده بيدي افيه ده بيدي افيه، فالافيه في الاخر بيطلع بيبقى شكله حلو. اوكي. وياخد يعني اتراكشن اعلى من الناس. صحيح. ونفس الكلام في الصين، الصين برضو فيه تلت سكان العالم، فهتلاقي كل مقاطعه مثلا ليها افيه بطريقه معينه، او ليها مثلا حاجات ليها علاقه بالافيهات اللي هو البلدي بتاعتهم هم. فنفس الكلام هنا. هو انا اسال سؤال يبدو غريب شويه، هو انت المقاطعه اللي انت منها في الصين تبعد قد ايه عن العاصمه بكين؟ انا يعتبر يعني احنا لو تخيلنا مثلا بكين هنا، انا المقاطعه بتاعتي حوالين بكين بالظبط. انت قريب جدا من العاصمه يعني. بالظبط. طب ده كويس، يعني انت راجل من اهل العاصمه مش من القطاعات البعيده. لا مش قوي يعني، العاصمه برضو بكين حته صغيره بس فيها كميه ناس ما شاء الله. هي بكين بتتنطق ازاي بالصيني؟ بيتين باي تين باي تين تين. انا نطقت كده صح؟ باي تين تين بالجي تين مقارب. انا هضيع الدنيا. لا لا انا عايز بس زمايلي لو اذنوا لي ان احنا نشوف مقطع او يعني مشهد من المشاهد لليجا حكيم. ليجا بس ليجا حكيم ليجا بس وكده هنرجع بس نكمل الكلام او اعرضه لنا، يعني نحاول نتذكر كده بعض المشاهد. ممكن تعرضوا لنا يا جماعه؟ ده الكبير. ده الجزء ال هالو انتروديوس يور سيلف. وجاء ليجا تزهى. هحاول اكلمه بالصيني مع الراجل قلت لكم علمني شويه. هحاول نيدا جوج ني خوش وخايوه انبهر. هيا انبهر. انا سالته ايه هي قصه كفاح بس بالصيني. جو اهيد. تشيشا ودا قصه خنجانا تشيك دين و كايلا 15 نيان يا ينيه ل 15 نيان تشنجو ل سينزاي دا تشنغون ولا سلام الحراجي بتاع النبي بسرعة. يخرب بيت. ما تنجز. عبد السلام ايه يا ابني؟ الفيديو شغال يا ابني. ما هو بص عبد السلام لو ما لحقش الراجل بتاع النبيل دلوقتي هنضطر نجيبه من عباس العقاد في المستودع. يا اخي حرام عليك حرام عليك، ست ساعات عمال اوضب في المحل واعمل ديكورات ودافع ولوحه صيني طولها مترين. هي دي اصلا مبدئيا مش صيني، دي لوحه ياباني.
قولوا المصحف والكعبه يا باني. وبقول لك ايه، لو على 1000 بلبل بتاعك ادي هم 1000 بلبل بتوعك، خدهم مش عايزهم. الشغل مع ميكي والله يعني الكبير قوي، وفي اللاند الحاجات دي انا شغال مع الاستاذ احمد جندي، وساعتها في الكبير استاذ طبعا ميكي، وفي اللاند استاذ دوني سمير غانم. الناس دي بتدي براح وارتياحيه في الشغل غير طبيعي، فانت مرتاح في الشغل معاهم. خش اقول لك خد مساحتك، ده كده كده من غير ما يقولوها بطريقه مباشره. وبيساعدوك، بيدوك افيهات معينه، بيخلوك يعني لا اللي بيبرز شخصيتك بطريقتك وكده. فلا انا من اكتر الناس اللي انا في الشغل مرتاح معاهم. انت حابب انك انت تكمل في خط التمثيل في الكوميديا، ولا عاوز تقدم اكتر من لون؟ مش هقول لك ان انا يعني اكيد مش عايز اجرب حاجات تانية. بس طبعا كصيني وجواه روح الكونغ فو والحاجات دي، بحاول برضو يعني اجرب مثلا حاجات اكشن شويه. انت بتلعب مارشال ارتس؟ لا مش زي ما انت متخيل، بطير مش زي الافلام يعني. بس طبعا يعني احنا كصينيين كاطفال صينيين واحنا في ابتدائي واحنا صغيرين، بيبقى في حاجه زي كونغ فو كده اللياقه البدنيه. اوكي. فلا يعني وانا كولد برضو احنا كلنا كولاد بنحب اللي هو طبيعي يعني، كل الصبيان اللي في الدنيا بالزبط. لازم يلعبوا العاب قتاليه حتى لو ما بيعرفش يعني، نقعد نخترع حاجات تحت مظله الدفاع عن النفس. بس هو ايه يعني شبحنا اشهر لعبه بتاعت العيال الصغيرين يعني، كنت يلا نلعب مصارعه. اللي كنت انا وخالي ليا خالي ده طبعا خالي عبد الوهاب، فدايما يلا بينا نلعب مصارعه، يلا دبليو نلعب ماتش بوكس، اي حاجه بس يكون فيها قتال. فنقعد نلعب 24 ساعه كده ما بتزهقش. ما هو احنا شباب كده مش عارف ليه بنحب الخناقات. بس لانه انت عارف دايما احنا في دماغنا انه جزء لا يتجزا من الثقافه الصينيه، ان انت بتاخد تعليم ومبادئ شاولين ومش عارف بتعمل ايه، واكيد كل الصينيين عندهم لياقه بدنيه عاليه واكيد، لكن الواقع ما بيبقاش بالظبط كده. لا طبعا. لكن انت حابب انك انت تخش في الحته بتاعت الاكشن شويتين؟ طبعا ده يعني برضو في من وانا صغير طبعا كصيني بحب افلام جاكي شان طبعا، جيت لي، وفي مارشال ارتس يعني تشاينيز بقى اكتورز، كل واحد ليه اسلوبه، كل واحد ليه طريقته. الاسطوره طبعا، ده الاسطوره. والناس اللي بتدمج مثلا الاكشن مع كوميديا، الاكشن مع دراما، الاكشن جدا بالظبط جدا. فلا انا حاسس اللي هو الحته دي برضو يعني مثلا في الدراما المصريه او السينما المصريه ممكن تاخد منها حاجات تبقى اضافه كويسه. اذا دي دعوه للمخرجين يا جماعه، جالي انا جاهز للاكشن. مساله مش بس في الاطار الكوميدي المتعارف عليه لحد دلوقتي، انا عندي حاجات تانية. بنحاول والله. بنحاول والله. انا عايز اشكرك جدا انك انت نورتني وشرفتني، وانا سعيد جدا بالمقابله دي مبدئيا. الشرف لي. وفعلا بتمنى بجد ان انا اشوفك في اعمال اكتر من كده بكتير، وفي اكتر من لون، وانك انت تعمل اكشن واكشن كوميدي، لانه فعلا حتى واحنا قاعدين بره لي جا حكيم دمه خفيف جدا. شكرا جدا. يعني مش في التمثيل وخلاص، لانه ساعات كتير بيبقى الفنان الكوميدي في الحقيقه هادي ساكت، ما بيتكلمش، مش صاحب افيه، ومن حرفيته واتقانه بيقدر يضحكنا على الشاشه يموتنا يعني. لكن انت بره الهوا، بره الاستوديو، زي جوه زي المسلسلات، ثبات. شكرا، ربنا يخليك. ميت فل. ترشح لي اكله صيني ايه؟ عشان انا بحب الاكل قوي. حاجه هيلسي ولا حاجه عك؟ حاجه صيني اصلي بس تبقى فيها لحمه. عارف جاوزة؟ لا ايه جاوزة دي؟ زي الدمبلينجز. اوكي. بيبقى عجينه من بره وفيها لحمه مفرومه من جوه. عارف. سواء عارفها؟ وبنحطها كده في هوت صوص كده وتشيلي صوص لطيف وبتاع. طيب. يعني دي سهله دي. عارف هوت بوت؟ اشرح لي وانا اقول لك اذا كنت عارفها. هوت بوت ده بيبقى حله تحتيها نار. ماشي. وجوه الحله بيبقى فيه صوص مع شوربه معينه. اوكي. زي مرقه كده. وبره بيبقى فيه لحمه، فراخ، جمبري، استاكوزا، ايا كان اللي انت عايزه، خضار. ايوه. بيبقى متقطعه بطريقه جاهزه انها تخش جوه البوت ده وهي مسلوقه يعني، وهي نار بالظبط. واكل طازه بقى. بيبقى فيه ديبنج صوص بره.
حلو. ده موجود هنا ولا هسافر له؟ لا موجود يا باشا. وبعد ما نخرج هتقولي فين المطعم اللي اروح؟ مفيش مشكله اعملها لك عادي يعني. كده انا عرفت، انا عرفت، انا كده خلاص هبقى ضيف غيت ثقيل على بيت ليجا في حال من الاحوال. لا لا عشان ادوق الاكله دي ابدا والله. يا رب يخليك، نورتني وشرفتني، وكل سنه وانت طيب. وان شاء الله، ان شاء الله منتهى التألق والنجوميه في كل الادوار اللي نفسك فيها. ربنا يخليك يا استاذ، وهتقدر تاخد القرار لا تقلق ان شاء الله. ده قدوت كل الشكر ليك، كل الشكر لفناننا المشترك الصيني، زي ما قال لي على التليفون من واحنا في رمضان، قال لي انا صيني تجميع مصري، فطبعا موتني ضحك. وكان لقاء ظريف لطيف رائع جدا مع الفنان والنجم الصيني المتألق في السينما والدراما المصريه لي جا حكيم في ضيافه التاسعه. استنونا بعد الفاصل. Thank you.